هذه راه هذه المرة الموجوعة المريضة راه جايين يركسوا راه طيحوا لها السكر. اقتل والحق في البلاد والحق في النطاق والحق في رفع الاعلام. يا الصحراويين ويا الصحراويات قوموا كاملين، سواء في المخيمات وسواء في الخارج وسواء في الجزر المحتل، قوموا دافعوا عن الوطن. الوطن فاصل فيكم، والمقاتل فاصل فيكم، والمعتقل فاصل فيكم، ونحن في مسجونات في طيلة 434 يوم فاصلات فيكم يا الصحراويات والصحراويين. وكل الوطن أو الشهادة، كل الوطن أو الشهادة. عن ممنوع أن يزلنا صحراوي صحراوية هنا تيها، واللي تم زيارة المناضلات مباركة الحافظ كريمة حبادي اليوم أول نهار، ومنين على تبويل الساعة الخامسة تمت زيارة مجموعة من المناضلات زينب وباوي، حاجة نباوي، أمي المنين عبد الله إبراهيم، فاطمة الحافظ، واللي يعني عنها نحن كنا قاعدين هون في الدار قافلين علينا وسمعنا الزقاي برا ومع فتحتنا، ومن حاصرين عليهم الجلاد الاحتلال المغربي، واللي تم يعني تعنيفه وتم يعني ضربهم بطريقة وحشية وتهديدهم، واللي تم نحن مباشرة قلبوا علينا قفلوا الباب، تباركت الواعلة مع تفتح الباب واتصلوا جاوا ذوك الجلاد ورقموها وقفلوا الباب، وطلعت تصوروا مع مجيها اللي تفتح الدفة مع ذاك اللي جابوا هما من المول بنزرق برا والشتت، جات لي تحكموا رقموها الجلاد الشميميخ ورقمها ودخلها بالعنف وتم ضربها على العين، تم يعني ضربي مباشرة بيا، كنت نصور وشفتوا هي قلعت من التليفون، قام قايسني مباشرة رعاه زومي الوعي، تم يعني الراعي رعاه مخبوط مرتين يعني الدفة ردها عليا مرتين رعاها ومت الواعلة مدي عينها ومت، يعني في حتى هي اللي موجوعة اللي تم يعني الكلام الألفاظ الحاطة بالكلام، تم تهديد من طرف الشميميخ يقول له عني ما هو مفتصل معايا ما هو اللي يقتلني، وقلت له حتى أنا ماني مفتصلة معاهم هما ما هم منين يمرقوا أرضنا، لا يبقى قازي في هذا الوطن إن شاء الله. ونقولوا رسالتنا للاحتلال المغربي عنا رانا متحدينه، رانا قائمة منزل عائلة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بكل فخر وبكل قوة وبكل جدارة وبكل تحدي إن شاء الله حتى الاستقلال التام، حتى رجوع اللاجئات.